السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا. الفيديو ده بسيط وسريع، وزي ما عودناكم اللي هيطلب حاجة هنعمل اللي نقدر عليه لحد ما نحاول نحققها له. قال تعالى في كتابه العظيم: وإذا مرضت فهو يشفيني. إن الله قادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. النهاردة هنتكلم عن أفضل علاج لمرض السكري بإذن الله عن طريق شرب الماء الساخن. فقد أثبتت الدراسات أن شرب الماء الساخن يعود على الجسم بفوائد كثيرة، بالإضافة إلى أن الماء له أثر كبير في زيادة نضارة الوجه وأداء أعضاء الجسم جميعا لوظائفها بالشكل الطبيعي، كما أن له تأثير قوي في علاج مرض السكر. وترجع أهمية الماء الساخن إلى دخول الهيدروجين إلى الماء عند تسخينه، وهو ما يؤثر في معدلات السكر في الجسم. فالماء يمثل نسبة 90% من دم الإنسان، وكلما انخفض معدل الماء في دم الإنسان تعرض الإنسان لمرض السكر والكوليسترول. لذلك فيجب المحافظة على شرب الماء الساخن يوميا للوقاية وللعلاج من مرض السكر. وإليكم طريقة استخدام الماء الساخن لعلاج مرض السكر. رقم 1: عليك بشرب كوب من الماء الساخن على الريق صباحا قبل الإفطار بساعة على الأقل، وذلك بغلي الماء ثم تركه لمدة 20 دقيقة حتى يدفأ، وبعد كده نشربه. رقم 2: شرب كوب آخر من الماء الساخن بعد الغداء بساعتين. رقم 3: شرب كوب آخر قبل النوم، مع ملاحظة عدم وضع سكر أو عسل في الماء. رقم 4: عليك بتغيير نمط حياتك، وذلك بالآتي. طبعا رقم ألف: اتباع تغذية صحية ونظام غذائي صحي. ب: الرياضة البدنية، فهي مهمة جدا وتحافظ على الجسم من الكثير من الأمراض كأمراض القلب. رقم جيم بقى: لازم يا جماعة نخفف الوزن. السمنة والبدانة هي أساس لجميع أمراض الجسم. رقم 5، ودي أهم حاجة، وهي حسن الظن بالله. فسر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. وقد قال تعالى في قرآنه المجيد: فما ظنكم برب العالمين. وقد قال ابن مسعود: قسما بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه ما يظن. فيا جماعة علينا كلنا إن احنا نجرب العلاج ده ونحسن الظن بالله. وأخيرا أدعو الله الشفاء العاجل لمن يعانون من هذا المرض المؤلم. وعليكم بتجربة هذا العلاج، فهو غير مكلف، ومتابعة نسبة السكر لديكم، واتركوا تعليقاتكم عليه بعد التجربة. ورجاء إذا أعجبكم الفيديو الضغط على زر لايك وشير لتعم الفائدة على الجميع، وعليكم بالاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.